مش عايز. شريف احنا حالفين على المصحف اني لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجأة دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف مدام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله ايه يا استهالي؟ انا حاجز الراجل انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش رأي في الجرمق ده ولا ايه؟ ورأيك يا استاذ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن اهدى، المية ما تفوتش على العطشان ولا تفوت يا ست. يلا يا امان اتفضل يا سيدنا الشيخ. ها؟ ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعة الفرحة بقت فرحتين، كسب الكتاب دلوقتي. المية ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف، انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى ايوه ارجوكي عشان خاطري ليا عندك طلب واحد بس. ايه؟ تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100% مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. آه. يا خرابي؟ ست احلام قومي يا اختي انت بخير. قومي. عندنا مصيبه قومي. خير؟ ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وطوله خير. طلع النبي. يلا. امال لو كنت بكشف بفلوس كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد بقول لك ايه؟ بتروح انت تحللي لها لغايه ما نسلك بعض بالصلاه على النبي. انا تعبانه انا عيانه هموت. تعالك كده اتندي عليا يا مدام. يا عم عبدو تعالى وصل المدام لشقتك. عيانة يا رب بني ادم ما فيش الا لسان. دي تقيلة قوي. خلاص بقى انت تعبت قوي النهارده كفاك. احمد انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجه تريحك. اخيرا. والحاجة دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا. حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبتي ايه؟ فين؟ احضر لك الحمام. الحمام ده ايه؟ ادخلي الحمام بعدين. نعم. الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل؟ ده انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما بعد ما غير 6 اشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى. امال منهم. احمد بقول لك بره. احمد ايه ده يا مؤاخذة؟ الو اهلا وسهلا حلوان. انت كنت بتقول ايه وانت طالع على السلم؟ انا ما قلتش حاجة. لا انت قلت حاجة بصدق وانا سمعتها. ايوه كان بيقر وبيقول يا بختكم متجوزين. انا الاستاذ محمود بذمتك بحلفك وحياة العشرة اللي بينا وانا طالع على السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك؟ والله دي مسائل عائليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي راكبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ اه ما ابدا بلا والله وحياة ربنا احنا ما عملنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنياني على نار. احمد ابوس ايدك انا في عرضك. يلا حاضر انا جاي انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وبقى خلي الطب ينفعك. يلا يلا يا سيد. يا عم تعمليها يا اميره هو ده الاتفاق. الو سجل اهرام من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟
طب انا عايزاها في حاجه خطيره، دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون عشانك يا مريسة. ايوه دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100%، ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوازنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير، تعرفوا ان بقالهم 6 اشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ 6 اشهر ما اتكلموش ولا تعاملوا مع اي شيء مؤنث، كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. قضيتي كل ده كان كفايه عشان يبقى في قلبنا رحمه ونعوض لهم حرمان 6 اشهر. انا شخصيا لو قلت اتجوز سمير مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلتي ايه يا ليلى؟ الو الو الو. يا حبيبي يا شريف، انا اسفه يا حبيبي، انا غلطت في حقك، لكن اوعدك اني هصلح لها غلطتي. فين الفستان اللي بيحبه؟ ستوب. عظيم. اكسلنت. المازون جاهز. جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعه. حاضر يا فندم. اصيله هانم، ازيك يا اصيله هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكره يا اصيله هانم؟ فاكره يا سي محمود. فاكره لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاوله؟ خشب يا حبيبي خشب. اه هتروحي مني فين؟ تحدي. انت يا مشقني. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص. انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجه يعني. يا استاذ ده اكل ودرن. فضلك فضلك استنى خالص. اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفره. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميره. سي محمود يا سي محمود. متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صاله افراح. السلام عليكم. استنى على فين؟ هو برضو انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجه قبل الاجازه ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. ها عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. يا محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسمية ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من دقنه دي حلوه مشي مشي. مشي المأذون. ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نزل ايدك، انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نزل ايدك، بقول لك نزل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالضرب تستعد. وريني هتعمل ايه بقى. هيضربوني كركديه. لا الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. لا لا وهتشوف هيكسروا، بس هو لئيم الوهم. يا جماعة ما يصحش كده، عيب. مش هيلاحق اي حاجة. وعمل لكم حاجة وبعدين احنا مع بعض يعني.